ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو جديد، يوم جديد وفيديو جديد بإذن الله. عندي لكم نبدأ لكم بحلويات العيد. أول حلوة هي هذه حلوة الكوك بلا سميدة، غير بالكوك والدقيق. إن شاء الله دوزوا معايا المقادير. نبدأ على بركة الله بالمقادير. هي الأولى إن شاء الله. أول حاجة غادي نديرو بنات كاس ديال الزيت، واحد نص كاس ديال الدقيق الابيض مع واحد شويه المليحه، وكاس ديال السكر كلاسي، كاس عامر ولكن انا نقص منه شويه لان ما كنبغيش الحلاوه بزاف. عندنا جوج بيضات، عندنا واحد الفاني، واحد 10 غرام ديال الخميره، الا كان عندكم فيها 15 غرام ديروا غنص باكيه بارك عليكم. المهم انا درت تقريبا شي 10 غرام. عندكم واحد الرابعه ديال الكوك، الكوك اللي طحنتو كان غليظ طحنتو، زدت عليه واحد شويه القشره ديال الليمون حامض. المهم اول حاجه غنبداو البنات غادي نديرو البيض هو الاول، غنديرو في واحد الكاس غادي نديرو كاس د الزيت، وغنديرو ديك الفاني، وغادي نطحنوهم مع بعضياتهم. غنطحنوهم انا عندي هاد الميكسير، غنطحنهم في هاد الكاس. عندي هاد الميكسير غنطحن بهاد الميكسير، ما غاديش نصدعكم، غادي نطحنهم ونرجع معاكم. هانتوما بعد ما طحنت، هانتوما شفتو طحنت هاد الخليط بالخلاط. نسيت ما قلت لكم البنات غنديروا واحد العواشقه ديال الكونفيتير، واحد العواشقه هو اللي كيخليها معلكه. دابا غنديروا الخليط كله هنايا. هانتوما غنكبوه، داكشي علاش درتو في هاد الكاس باش ما يضيعش ليا الخليط. الا درتو في الكاس ديال الطحان غادي يبقى ليا تما اللهم هنايا باش ما يضيعش ليا كل الخليط، نقدر نخويه هنايا. المهم ها هما، هذا هو الخليط ديالنا. كنديرو داك الكويس ديال الدقيق، ها هو راه مغربل وكلشي، هو داك شويه ديال الملح. كنبداو نخلطو وكنبداو نزيدو في الكوك، والكوك على فكره غنشوفو راه ماشي ديما كياخد لينا ربعات الكوك. هاد المقادير ماشي ديما كتاخد لينا ربعات الكوك، بعض المرات كتاخد لينا غير قلب. انا غنشوف معاكم دابا ديريكت، غنشوف معاكم. غادي نديرو هاد الخماره، قلنا نص خماره، دائما غربلوها لانها كتكون فيها حبوب كتكون محبه. غادي نزيدو شويه الكوك وغنشوف. رانا طحنتو لانه كان غليظ هاد الكوك، حاولوا طحنوه حسن. هانتوما واقيلا رابعه غادي يجيني قد قد. بعض المرات سيرتو كان الكوك غليظ ميهش لكم رابعه، ما ديروش رابعه كامل كديروا اقل اذا كان مطحون شويه. هانتوما صافي غادي رابعه قد قد، هانتوما رابعه قد قد لي خدا ليا. صافي كنخليوه يشرب واحد شويه، واحد 5 دقائق بما وجدت لاطا وجدت شعلت الفران. صافي ديك الساعه غنبدا نبوه ندير في السكر كلاصي.
اللي ما ذكرتوش لكم، ولكن غادي نوريه لكم في الاخر. غنوريكم بانني موجده سكر كلاصي الماركه المزيانه، داك كيقولوا لي في المغرب سبيسيال. حنا عندنا في اوروبا كل السكر كلاصي مزيان، ما فيش سبيسيال ولا ماشي سبيسيال، كله زوين. صافي ان شاء الله انا نغسل يدي ونقعد نوجد اللاطه ونتلاقى معكم. هانتوما البنات، ها القوام ديالها، شو كي داير القوام، ها كيكون بحال هكا. كنكورو وكنلوحو في سكر كلاصي. كنكورو نلوحو في سكر كلاصي حتى نكملو باش منبقاوش نوسخو يدينا كل خطره. انا واقيلا درتهم كبار، اسكتوا. المهم كيما جاو كندير بحال هكا، بحال هكا وكنمرمدو السكر بحال هكا، مرمدوها مزيان بالسكر. بحال هكا نحطوها، نحطوهم دائما بعدين لان كتخمر تقدر تلصق مع بعضياتها، هي شي ما درناه. هاد الحلوه على فكره البنات غزاله، زوينه، بنينه بنينه بنينه، كلشي كيحمق ليا عليها صراحه، بنينه حتى انا كتعجبني. هذه الحلوه اللي كتعجبني كاع بالحلاوي كاع. هذه بالدقيق بوحدها ما درتش فيها السميد، لان السميده ديال السميده هي زوينه البنات، ولكن كتكرم عندك 3 ايام الاولى صافي، 4 ايام صافي والحلوه تتكرم، ما تطولش. هذه لا طول، طول لكم، دي لكم حتى 15 يوم تبقى بحال هكاك مزيانه صراحه. ديك السميده حتى هي زوينه، ولكن السميده كتنشف، كتنشف وكت صافي، ما كتبقاش عندها داك، تبقاش هذيك غريبه اللي درتي. المهم انا درتها لكم هذه بالدقيق، الا بغيتوها البنات نديرها لكم حتى بالسميده، حتى مشكل في العود. السميده كديروا كاس ديال السميده، الا بغيتوا ديروها بالسميده كديروا كاس ديال السميده، كديروا واحد جوج معالق ديال، جوج معالق كبار ديال هاد الدقيق الابيض. هذا هو، هادو هما المقادير ديالها. المهم غنبقاو على هاد الحال بحال هكا حتى نكملوا هاد اللاطه، نكمل معكم هاد اللاطه باش نديرها في الفران. انا الفران ديجا مسخناه، راه كيسخن، هو ربما كاع اللي عاطي الصداع فلفلات. درتو على، درتو من الفوق، من الفوق و انا حيت عندي ستاتيستيك ديال الفرافر، فيه الفرفاره من الفوق ومن التحت، الوغ العافيه من الفوق والفرفاره حتى هما. المهم نتوما غديروا في، الا كان عندكم ديال الغاز غديروا غير ديال، ديروا تسخنوا الفران مزيان حتى يسخن مزيان، عاد ديروها، ديروها الفوق فوق تحت من العافيه، لا تسكن تحت من العافيه. ايوا وتخليوها، تخليوها طيب شويه، نقصوا عليها مزيان، نقصوا عليها وصافي. نتوما عينكم ميزانكم راه كتشوفوا ملي تشقق، تشقق كامله راكم غتخرجوها وتشعلوا عليها من التحت، ثاني تنقصوا عليها وتخليوها بشويه بشويه باش ما تحرقش. صافي انا غنكمل معكم هاد اللاطه، ندخلها الفران. هذا راه غيدير ليا جوج لاطات، هانتوما كنديروا لها بحال هكا وكنحطوها.
هذه حلوه زوينه للعيد، هذه كيديروها في العراس وفي كلشي. الصراحه هذه الحلوه اللي مطلوبه عندك هي وسميتو كعب الغزال والصابلي. صافي هادو هما اللي كيديروا في العراس وفي المناسبات. انا غندير معكم ان شاء الله شويه كعب الغزال حتى هو غنديروا معكم، غندير معكم حليوات. هما دابا شنو غنديروا؟ دابا غنديروا بحال البنات، غنديروا بجوج صبوع غنديروا لهم بحال نوركوا عليها بحال بحال كعب شويه باش ما تشتتش بحال نحطوا صباعنا بحال صافي. ها نتوما شفتوني كي درت. دابا ان شاء الله غندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد، نتلاقاو ملي طيب نتلاقى. يلا نتلاقاو ان شاء الله من بعد. ها نتوما البنات حلوتنا كي جات مشقة وزوينة، واحد الريحة لا تقاوم، فن، واحد الريحة جات فيها تاع الحامض الكوك. هذه هي الحلوة ديالنا البنات، كنتمنى تروقكم ان شاء الله، نتمنى تعجبكم، نتمنى ديروا بحالها وتجربوها. هذه هي الحلوة ديال العيد، ان شاء الله غادي ندير لكم في الحلويات ديال العيد، نتمنىها تروقكم تعجبكم. الى عجبكم الفيديو لايكيو، ديروا ابوني الى ما كنتوش مابونيو، بارطاجيو باش تعمل فائدة، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.